اتفضل يا ايمن. ايمن برضه يقول لنا كان فين وجه منين وجه ازاي. انا بشكر طبعا حضرتك وبشكر الجهاز الفني. انا انضمامي للزمالك يعتبر اتاخر 4 سنين، كان طبعا الكابتن حسام كان عايزني من 4 سنين او اتاخر، بس الحمد لله جه في الوقت المناسب. انا بشكر سياده المستشار على ثقته فيا وعلى الجهاز الفني، وان شاء الله اكون اضافه لنادي الزمالك واقدر اسعد الجمهور الفتره القادمه ان شاء الله.